مشروع المليون ونصف المليون فدان، وده الحقيقة مش مشروع بس زراعة، ده مشروع حياة مختلفة. يعني بنعمل زي يعني منازل مختلفة، تغيير للريف المصري، الخروج من أزمات الزراعة. لكن أنا عايزة أكد إن إحنا لازم نعمل حلقات عن الفلاح. الفلاح عنده مشكلات كتيرة جدا، وأنا عارفة إن فلاحين كتير من اللي بيتفرجوا علينا حاسين إن إحنا ناسيينهم. لا، مش ناسيينكم، وهنرجع نتكلم عليكم مرة أخرى. طيب يعني يا فندم، دلوقتي التمويل، الشباب أولا هيدفعوا الفلوس دي على قد إيه، وهيجيبوا الفلوس دي منين؟ أولا إحنا دفعة التعاقد 5%، بنديله في دفعة التسليم بنديله سنتين سماح، مش هناخد منه خالص، وهنقسط له على 6 سنوات. تمام. بالنسبة للتمويل لرأس المال العامل، إحنا في اتفاق دلوقتي جاري التفاوض مع بعض البنوك وصندوق الاجتماعي للتنمية علشان يقدر يوفر رأس المال العامل لمجموعة الشباب وصغار المزارعين، علشان يقدر يقترض منه بنسبة بمعدلات فايدة أقل من 5% متناقصة، وبالتالي يقدر يوفر له رأس المال العامل بسهولة. وحنا بنتفاوض معاهم دلوقتي لمد فترات السماح من 6 شهور إلى أكتر. دي المبادرة بتاعت 5% بتاعت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دي مع البنوك بس. مع الصندوق الاجتماعي عنده آليات أخرى. هيزرع إيه بقى؟ كل منطقة لها تركيب محصول بيعتمد على جودة المية وجودة التربة والمناخ وما إلى ذلك. هيبقى فيه مراكز بحثية في كل منطقة من المناطق لها مراكز بحثية عالمية، بنعمل معهم تعاون دلوقتي وحينشأوا هذه المراكز البحثية في كل منطقة. هيبقى فيها الأساس فيها لتطوير أعمال تكنولوجيات الزراعة وجلب آخر ما توصلوا إليه، زائد أن هي هتقوم بعملية الإرشاد والتعليم لصغار المزارعين وللمستثمرين على الأرض. بس لازم نكون عندنا فكرة، يعني احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين مثلا نزرع غلال. المنطقة دي اللي هي جنوب العالمين والكلام ده كله، دي المنطقة اللي كان فيها سلة الغلال، دي اللي كان فيها القمح وال بس حك يعني مثلا عندي حك مثال زي منطقة المجرة. منطقة المجرة المية اللي فيها نسبة الملوحة فيها اعلى من الفرافرة واعلى من توشكا، فهي نسبة تتراوح من 2000 جزء في الملي الى 4000 او 5000. المناطق دي بيجود فيها بعض الزراعات، يعني هناك في ناس زارعين نخيل، زيتون، طبعا في حاجه اسمها الجوجوبا دي بيعملوها من الزيوت ورمان، وفي جزء منها كبير استزراع سمكي عشان يستفيد من ملوحه المايه، فما ينفعش ازرع فيها حاجات اخرى. في منطقه الفرافره عزوبة المياه فيها عالية جدا، وإن كان فيها نسبة من الحديد والمنجنيز، وبالتالي بتتطلب أن يتعمل لها أحواض ترسيب عشان يرسب فيها الحديد وتبقى مياه. فكل منطقة لها طبيعة ومناخ، وكل منطقة الدراسات اللي اتعملت وزارة الزراعة ومن الجهات البحثية بتقول أحسن تركيب محصولي للمنطقة بس دي. انت هتلزم المزارع هنا سواء مستثمر او شاب انه هذه هي المحصولات التي يجب ان تزرعها بجهة، ومش هتزرع حاجة تانية. احنا هنديله بلاك ليست، هنقول له في بعض الزراعات انت ممنوع من زراعتها، وهي زراعات الشرهة للمياه. يعني مش هخليه يزرع رز ولا برسيم حجازي ولا قصب سكر ولا ايه ذلك، لان دي انا عندي هنا مقنن مائي للبير مفروض ما يسحبش اكتر منه علشان يحافظ على استدامة الخزان الجوفي واستدامة الزراعة، وإلا هيستنزفه بالكامل، واللي بيستنزف البير بيأثر على جرانه كمان. فهتلزم الناس بالزراعة بالتركيب دي المحصولي بالتركيب المحصولي دي. طيب عشان وقتي بس، المستثمرين يا فندم، هل اوريدي ابتديتوا المستثمرين يجوا لكم؟ المستثمرين لهم كراسة مختلفة. والكراسة دي الآليات بتاعة المستثمرين تختلف تماما على الشباب. المستثمرين الكراسة الأولانية دي اسمها كراسة الطرح. المستثمرين بيتم الطرح معهم على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي كراسة التأهيل. أنا بعمل له بري كواليفيكيشن أو بعمل له تأهيل عشان أتأكد من الملاءة المالية والملاءة الفنية لهذا المستثمر أو هذا التحالف المستثمرين اللي جاي ياخد قطعة أرض 5000 فدان أو 10000 فدان أو يزيد، وبالتالي أنا مش هدخله وهو ما عندوش هذه الملاءة، وإلا هيغلط أو مش هيستثمر او مش هيشتغل طبقا للبرنامج الزراعي. انت لازم طبعا تشوف، تتاكد الاول من الملاءه الماليه وتتاكد من الملاءه الماليه والملاءه التمويليه والملاءه الفنيه والملاءه القانونيه. الشروط بقى للشباب، الشباب شروط مبسطه جدا. مين الشاب اللي يقدر يجي يتقدم؟ 21 سنه على الاقل، مصري الجنسيه من ابوين مصريين. بالنسبه
طبعا الحاله الجنائيه او الفيش التشبيه يكون سليم ونظيف. بالنسبه للمجموعه اللي هتقوم بالاداره لازم يكون فيهم حد عنده فكره عن الزراعه، زائد ان احنا بنتيح برامج تدريبيه بالتعاون مع الاي ال او واليونيد والفاو علشان نعلمهم يعني ايه زراعه في الصحراء، يعني ايه ري في الصحراء، اليات الري ايه، ايه افضل انواع، ايه افضل تركيب محصولي وما الى ذلك. ودي احد مسوغات التعاقد، يعني لازم يمر بهذه التدريبات قبل ما يجي يتعاقد معي عشان اتاكد او اضمن انه هيخش يشتغل مباشره. بالفعل ابتدى يجي لك ريكوست طلبات للمستثمرين؟ في طلبات كثيره جدا وعلى مساحات متباينه ومساحات كبيره. الشباب امتى اللي هتنزل الاعلانات الرسميه بقى؟ يوم الخميس يا فندم هينزل اعلان في الاهرام وفي الاخبار، اعلان خاص للشباب وصغار المزارعين، واعلان اخر للمستثمرين، ودي لهم اليه ودي لهم اليه. موضوع الوظيفه اصل دلوقتي يعني لما بتيجي تاخد قرض مثلا من البنك بيقول لك لازم في موظف بيضمنك ولازم مش عارفه ايه، انت هياخد قرض ازاي بقى؟ في هو بيكون كيان قانوني، شركه تضامن، هذه الشركه هي اللي هتقوم بعمليه الاقتراض. ودي بنتفاوض معاها مع البنوك ونشوف ايه الطلبات اللي عندهم، هي طلبات بسيطه جدا وستريت فورورد ما فيهاش اي تعقيدات، زائد ان احنا كمان بنتكلم مع الصندوق الاجتماعي علشان يوفر راس المال العامل للشباب. متخيل ده هيشغل كام شاب يا فندم المرحله الاولى دي؟ لا يشغل كام شاب، ده هيشغل كتير جدا، لان فقط مش الاراضي اللي هيشتريها الشباب فقط هي دي اللي هتشغل الشباب، المستثمرين اللي داخلين بمساحات كبيره وهياخد مئات الالاف من افدنا دول كل شغلهم هيبقى من الشباب، من الشباب الموجودين اللي هيشتغلوا في الاراضي ديت، هيشتغلوا عندهم وهيشتغلوا عند المستثمرين، وهيستجلب بعض العاملين الاخرين من الوادي. التسويق بقى، تسويق البرودكت بتاعه دي نقطه مهمه جدا، لان حضرتك بالنسبه للذات للمزارع الصغير، عمر ما كان المزارع في الدلتا عنده مشكله زراعه، هم بيعرفوا يشتغلوا الزراعه، هو مش عارف يسوق، هو مشكلته الاساسيه في السوق، بيقع فريسه للتاجر صح، اللي هو بيتاخر عليه شويه لغايه لما المحصول يبتدي خلاص على اخره يجي ياخد منه بتراب الفلوس، ودي بتؤثر تاثير تاني ان نسبه الهالك في المنتجات عن طريق اللوجستيات والنقل والى ذلك بيبقى عالي جدا. حضرتك الطماطم عندنا نسبه الهالك يفوق ال 40%، القمح بيفوق ال 20%، دول لوحدهم بيعملوا مليار دولار فاقد. احنا هنتيح لشركات تسويق لهذا المكان، وهنتيح بشروط ميسرة جدا، زائد ان شركة الريف المصري هتخش مع بعض الشركات الاخرى لتكوين شركات تسويق في هذه المناطق علشان منع احتكار، ما يبقاش الشركة لوحدها داخلة تسوق وتتحكم في الناس، هنكون احنا كمان معاهم علشان نعمل ما يطلق عليه الزراعة التعاقدية. وبنتكلم كمان مع كبار المستثمرين اللي هياخدوا الاراضي اللي حواليهم، لان انا مش مدخلين الشباب لوحدهم في منطقة ودول في منطقة، ده الشباب هيبقوا في منطقه محاطه بالمستثمرين عشان يستفيد بالبنيه الاساسيه اللي هيعملوها المستثمرين. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عاطر حنوره رئيس شركه الريف المصري. يعني اعتقد ان احنا لازم هنتقابل مره اخرى لما يكون في تحرك بقى في المشروع والناس تكون ابتدت المستثمرين ييجوا والشباب ييجوا، لان اكيد الشباب هيبقى عندهم اسئله كتيره جدا لما يبتدي يتفتح باب الحجز. احنا حبينا بس نسمع المعلومات الاوليه ونقول للناس انه هذا المشروع قد بدا بالفعل، الاعلانات هتنزل يوم الخميس، اللي عايز يتقدم من الشباب ويكون منطبق عليه شروط، وانا شايفها انا شروط بسيطة جدا، يتقدم المستثمرين طبعا ده يعني اكيد هيعرفوا التفاصيل بشكل اكتر. الاعلان هينزل للشباب بكل واحد التفاصيل. للشباب واحد للمستثمرين. واحد للمستثمرين ده في صفحة وده في صفحة في الجرايد في الاخبار وفي الاهرام في الاخبار والاهرام، يبقى اذا انتظروا ويبدأ يسحب الكراسة يوم 25 يوم 25. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني يهمنا جدا ان احنا في الفتره الجايه نسمع اسئلتكم، نسمع تجربتكم حتى في انكم تتقدموا، عشان لو في مشكلات برضو يتم حلها ويتم تلافيها. فالاستاذ عاطر هيكون ضيفنا في فتره اخرى قريبه بعد ما نبتدي سحب كراسات الشروط والتحرك يكون على الارض. يعني انا اولا طبعا لازم احيي صديقتي فاطمه نعوت اللي جت مصر النهارده والحمد لله دخلت المطار عادي جدا. فاطمه احنا انا بقول انها ست ب 100 راجل وجدعه جدا، وان شاء الله كلنا هنقف معاها يوم قضيتنا. فاطمه قررت ان تواجه ولا تخاف ولا تخشى، يعني لو ما تلائم زي ما بيقولوا. اشكركم، نخرج فاصل وبعد الفاصل لقائنا اللي اجريناه في موسكو مع ميخائيل بوغدانوف
المبعوث الروسي لرئيس بوتين لمنطقة الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، وحديث عن العلاقات المصرية الروسية، السياحة ترجع إمتى، الطيران راجع إمتى، التسليح العلاقات الجيش بين الجيشين، كل الأسئلة دي موجودة في هذا الحوار.